Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to do some exercises from workbook from page 39. Please open your workbook at page 39. اليوم نبلش يا مس بحل تمارين exercises تعون unit 7. ذا طبعا the unit title. That's my school. هذه مدرستي. خلينا نطلع مع بعض يمس على exercise A. بحكي لنا look and answer the questions. Look and answer the question معناها انظر وجاوب على الأسئلة يا تالت. طيب خلينا نجي عندي question number one، هو محلول عنا، وإحنا بناء على question number one بدنا نعمل يعني نحل مثل هيك. بحكي لنا can you see Hansel؟ إنه إحنا قادرين إنه إحنا نشوف هانسل. طلع إحنا سألنا هلأ كان يو، هل تستطيع؟ وعندنا هانسل هو الولد، تمام؟ إذا عندنا هانسل ولد، جاوبنا يس آي كان سي هيم. طلع الناس استخدمنا في محل المفعول به بي هيم اللي هو الجواب، لما بدنا نجاوب بنستخدم تعوين المفعول به. باي ذا تري، هي عندي الشجرة واقف. question number 2 بحكي لنا can you see the cat، احنا بنقدر انه نشوف القطه، هي القطه موجوده عندنا بالمطبخ وقاعده كانه بتشرب بلبن او بحليب شيء مثل هيك. بقول yes I can see، عندنا cat، الكات يعني شيء ما بفكر، شو بدي استخدم له اللي هي it. I can see it، تمام. by the kitchen، هي موجوده في الكيتشن اللي هو المطبخ. question number 3 بحكي لنا can you see dad، انت بتقدر انك تشوف الاب. نيجي على الاب، هي موجود عندنا يا ميس يا تالت بغرفة النوم بالبدروم، اذا بنقول yes I can see him. استخدمت him ليه؟ لانه عندي dad اللي هو عبارة عن مذكر يعني ولد زلمة. yes I can see him by the bedroom، موجود بغرفة النوم. بعدين the last question بحكي لنا can you see mom، تقدر انك تشوف الام، هيها هون كانه قاعده عند الواشنج ماشين بتغسل او شيء بتعمل زي هيك اللي هو موجوده بالقبو. بنقول yes I can see her. ليش استخدمت her يا تالت؟ لانه عندنا مام اللي هي مؤنث يعني امراه، مره بنت، فبقول yes I can see her by the basement اللي هو القبو، هيها موجوده هي بالقبو يا تالت. طيب هذا حلينا اكسرسايز A. هلأ ننتقل مع بعض لعند exercise B. بحكي لنا complete the sentences and write him, her, you, me and it. طبعا إذا لاحظتوا هدول كلهم في محل المفعول به، تمام، في محل المفعول به يعني بالجواب. في السؤال نستخدم تعوين الفاعل، في الجواب نستخدم تعوين المفعول به. him هو، her هي، you أنت، me أنا، و it اللي هي للجماد اللي إشي يعني اللي ما بفكر. بحكي لنا can you see Tom، انت قادر انك تشوف توم. ايه طبعا توم اسم ولد، بتحكي له I can't see him. him ليش استخدمنا him؟ لانه عندنا توم ولد. number 2 I like Sarah، عندنا سارة بنت. yes I like her too، هو برضو بحبها كمان، اذا عندنا استخدمنا her لانه عندنا سارة بنت. number 3 بحكي لنا do you like football، انت بتحب الفوتبول. no I don't like it، ليش استخدمت it؟ لانه عندنا الفوتبول اشي ما بفكر، اذا بستخدم معاه it. the last one can you see me، انت قادر انك تشوفني. لاحظ هون استخدم يا مس بمحل المفعول به يعني استخدمها، لأنه ما بزبط can you see I، أنت قادر أنك تشوفني أنا، الآي مش لابقى معاها، بنستخدم المي، تمام. فالمي لما بدنا نحولها للمفعول به بتصير you، بنقول no I can hear you، أنه بس أنا قادر أني أسمعك مش قادر أني أشوفك. فعندنا هون ملاحظة اللي هي على شغلة المي، استخدمنا المي بالسؤال ليه؟ لأنه ما بزبط إن إحنا نستخدم الآي يا تالت، ولما بدنا نحول المي من السبجكت للأوبجكت بنحولها لـ يو. هيك بنكون حلينا مع بعض صفحة 39، كتير سهلة وحلوة وبسيطة. ديروا بالكم على حالكم. have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. goodbye.